صوت عالى من الأكاديمية العسكرية لشرشال، هو صوت الدفعات الثلاثة المتخرجة، دفعات تلقت تكويناً علمياً وعسكرياً رفيعاً متكيف مع المستجدات الأمنية الراهنة. قد تم استقطاب إطارات تتمتع بكفاءة عالية، عملت على مواصلة التطوير والتحديث في البرامج لمواكبة أحدث النظم والمعايير، مع الحرص على استمرار تطوير قدراتهم. جيشنا سيظل جمهورياً ملتزماً بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظاً للاستقلال، جيشاً لا يحيد أبداً عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال. الأكاديمية التي تزينت لتخرج كل من الدفعة 49 من التكوين الأساسي، والدفعة الثانية لضباط دورة الماستر، والدفعة 11 من التكوين العسكري المشترك القاعدي، عرفت إشراف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بعد أداء القسم فسح المجال لتقليد الرتب وتوزيع الشهادات على المتفوقين الأوائل، ليعطي الفريق أحمد قايد صالح بعدها موافقته على تسمية الدفعة باسم المجاهد المرحوم بن مصطفى بن عودة المدعو سي عمار. مراسم حفل التخرج تواصلت إثر فتح المجال لعروض رياضية في القتال المتلاحم، تليها تنفيذ تمرين قتالي حول اقتحام مبنى والقضاء على جماعة إجرامية تحصنت به. بالأرض ومن على سطح المبنى بالتحرك والتنقل بسرعة. لتختتم بعد ذلك مراسم حفل التخرج باستعراض عسكري غاية في التناغم، تتقدمه مجموعة العلم متبوعة بتشكيلات المتخرجين.